السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم أشرف عبد العزيز، والنهاردة هنتكلم عن شاشة سامسونج الكيو 60 دي موديل 2024، ودي البديل لموديل السنة اللي فاتت اللي هي الكيو 60 سي، واللي أشوفها من أفضل الشاشات في فئتها السعرية للمشاهدة بشكل عام، سواء المباريات أو أفلام والمسلسلات. وده لسببين: أولا الألوان بتقنية الكوانتم دوت، تاني حاجة إن الإضاءة الخلفية اللي هي الدول LED، وده هنتعرف عليه بالتفصيل في الشرح. وكالعادة وقبل ما نبدأ، لو شاف إن محتوانا مفيد ويستحق الدعم، ما تنساش اشترك في القناة وكمان فعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الموديل اللي معانا، وهتكون متوفرة بسبع أحجام من 43 لل 85 بوصة. سعر ال 55 بوصة 700 دولار، وفي مصر 23000 جنيه، والأسعار دي في وقت نشر الفيديو. وعلى مستوى التصميم الخارجي، خامات الظهر والإطار من البلاستيك، والستاند الارضي من البلاستيك وبيكون على الاطراف، وتقدر تتحكم في مستوى الارتفاع لو حابب تحطه تحت ساوند بار، وده اوبشن كويس. والتصميم نحيف جدا اللي هو الاير سليم، والشاشه بتكون فريمليس يعني من غير اطار على الثلاث جوانب، ومن تحت تخينه شويه وموجود فيها شعار السامسونج. والتصميم اجمالا كويس جدا، وسامسونج ما عملتش اي تغيير مقارنه بموديل السنه اللي فاتت. والمداخل موجوده 2 يو اس بي ومدخل اوبتيكال وانتنا ولان، وثلاث مداخل اتش دي ام اي كلهم 2.0، منهم واحد اي ار سي للصوت، وتدعم تقنيه البلوتوث باصدار 5.2 والواي فاي 5، وتقدر توصل الشاشه على السماعات الخارجيه من مدخل الاتش دي ام اي او الاوبتيكال او اوبشن البلوتوث. وعلى مستوى وضوح الصوره، الشاشه هتكون جوده 4K يو اتش دي بتقنيه الكوانتم دوت، ودي عباره عن فلتر بينقي الالوان عشان تشوف الالوان طبيعيه اكتر، وتدعم خاصيه الكوانتم اتش دي ار، ودي بتعمل توازن بين السطوع والالوان، بمعنى ان هي بتديك اعلى نسبة سطوع مع الحفاظ على درجة اللون الاساسي. والاضاءة الخلفية اللي هي الدول LED، ودي بتحسن اللون والاضاءة على حسب المحتوى اللي بتشوفه، وهتكون مفيدة خصوصا في الافلام اللي فيها مشاهد مظلمة، ودي كلها عوامل مساعدة عشان توصلك صورة افضل. والشاشة بتستخدم معالج الـ 4K Quantum Light، وده اللي بيعمل معالجة للصورة، وهيفيدك لو بتستخدم الرسيفر العادي او فيديو اقل من الـ 4K، لان بيرفع لك نسبة الوضوح وتحسين الصورة، بس طبعا مش بيوصل ل 100% 4K. وبصراحه معدل وضوح الصوره وتركيز الالوان كويس جدا، سواء على الاطراف او في النص، وفي تحسن في دقه وتركيز الالوان عن موديل السنه اللي فاتت. ونظام التشغيل تايزن، وده النظام الخاص بتلفزيونات سامسونج، والشاشه بتيجي بالواجهه الاحدث 2024، وفيها بعض التعديلات عن السنه اللي فاتت زي واجهه المستخدم وكمان الخصوصيه، وتدعم خاصيه المالتي فيو، ومنها تقدر تقسم الشاشه جزئين، وده اوبشن كويس. واحنا هنا على القناه عملنا طريقه الاستخدام، وهسيب لكم رابط الفيديو في خانه الوصف، وهتظهر كمان في علامه الاي. وبالنسبه للاستخدام في الالعاب، الشاشه تدعم خصائص الاي ال ام والاتش جي اي جي، ودي اللي بتعمل تقليل التاخير والتشويش، بالاضافه لخاصيه الجيم بار، ومنها تقدر تغير ابعاد العرض واعدادات السماعه وخيارات تانية، وتدعم ال 4K ب 60 اطار في الثانيه، وتقدر تنزل الجوده الفول اتش دي لو حابب تستخدم ال 120 اطار في الثانيه. والشاشه اجمالا اداء جيد في الالعاب، لكن لو محتاج أداء أفضل تقدر تاخد الموديلات الأعلى زي الكيو 70 وخيارات تانية تدعم الـ 4K ب 120 إطار في الثانية. أما الصوت، التلفزيون هيكون فيه سماعتين بقوة 20 واط، ومزود بخاصية الأوتو إسلايد، ودي اللي بتخلي الصوت يتحرك مع الصورة، وهتكون مفيدة في أفلام الأكشن، بالإضافة لخاصية الكيو سيمفوني، ومنها تقدر تشغل صوت الساوند بار مع التلفزيون في نفس الوقت، وده هيزود معاك قوة وتوزيع الصوت، وهيكون متوافق مع بعض موديلات سامسونج ساوند بار اللي بتدعم نفس الخاصية. ومستوى الصوت جيد بالنسبة للفئة السعرية دي، لكن لو هتستخدم ساوند بار هيكون أفضل. طيب، في نهاية الفيديو، الشاشة تستحق الشراء ولا لا؟ بصراحة أشوفها جيدة جدا كجودة مقابل سعر، ولو هتستخدمها في المشاهدة أنصحك بيها جدا، لكن لو هتستخدمها أكتر في الألعاب في بديل تاني سعره أغلى شوية، وهو الكيو 70، وهتظهر دلوقتي قايمة فيها مقارنة بين الشاشتين. بس كده، أتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وكمان شير. مستني آرائكم وتعليقاتكم على الفيديو، وأشوفكم على ألف خير. سلام.